تحضيراً لاستقبال عيد القيامة المجيدة، أقامت الجوقات الرسولية أمسياتها الفصحية بمشاركة جموع المؤمنين مرنمين فيها بتراتيل من وحي المناسبة. المزيد في التقرير التالي. تحت رعاية قدس الأرشمندريت أثناسيوس قاقيش، نظمت شبيبة القديس جوارجيوس للروم الأرثوذكس في محافظة الزرقاء أمسية فصحية قدمتها جوقة رقاد السيدة العذراء في المفرق بقيادة الأنغناسطة دكتور رامي سماوي، حيث رتلت الجوقة مجموعة من روائع الزمن الفصحي باللحن البيزنطي بأصواتهم المميزة. الإنسان الذي ضحى بنفسه من أجل الآخرين. وتحت شعار اسقي سلاماً أراضينا، أحيا كورال السلام أمسية فصحية في قاعة كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك في منطقة الفحيص، والتي جاءت برعاية الدكتورة باسم السمعان مدير مكتب فضائية نورسات الأردن، وببركة قدس الأرشمندريت بولس حداد راعي الكنيسة. وحضر الأمسية عدد من الآباء الكهنة والراهبات ومسؤولي المنطقة وجموع المؤمنين وأبناء الرعية. وقدم الكورال مجموعة من التراتيل والأناشيد باللغتين العربية والآرامية من كلمات وألحان الفنان العراقي هدي الكوزة، جسد فيها آلام المسيح وآلام المسيحيين المضطهدين في العالم. أحيت جوقة أبرشية الروم الملكيين الكاثوليك أمسية بيزنطية من وحي الآلام والقيامة بقيادة الأب عماد بواب وتنسيق الشماس مالك فلحات في كاتدرائية القديس جوارجيوس للروم الملكيين الكاثوليك أم السماق. وحضر الأمسية التي نظمها المجلس الكاثوليكي لرعوية الشباب في الأردن الأرشمندريت بسام شحاتيت النائب الأسقفي لمطرانية الروم الملكيين الكاثوليك، والأب نبيل حداد مدير مركز التعايش الديني، والأب مودي هنديل المرشد الروحي للمجلس الكاثوليكي لرعوية الشباب، والأب بولس حداد، والأب فادي ثابت من لبنان، وعدد من الآباء الكهنة والشمامسة والأخوات الراهبات وجموع من المؤمنين.
حيث قدمت الجوقة باقة منوعة من روائع الزمن الفصحي باللحن البيزنطي المميز. فاحذري يا نفسي أن تستغرقي في النوم لئلا تسلمي إلى الموت. ألبس برفيرا كاذبا وفي محافظة إربد احتفلت رعية كنيسة القديس جورج الشهيد للاتين ممثلة براعيها الأب سليمان شوباش بالأمسية الفصحية التي أحياها أبناء الرعية وطلبة مدرسة راهبات الوردية بقيادة الأخت كلارا المعشر تحت عنوان المسيح يصلب من جديد. حضرها عدد من الأخوات الراهبات وجموع من المؤمنين. بالكون ما ذاك الحبيب في وحدة وفي اتحاد. كل عام وانتم بخير. نحتفل الكنيسة هاي الأيام بالأعياد المجيدة، وفي كل سنة في كنيسة اللاتين في إربد نحتفل بهذه المناسبة العظيمة من خلال مشاركة أبناء الطائفة والرعية في جوقة وفي تمثيلية حلوة بتمثل آلام السيد المسيح، بتحاول فيها الكنيسة تشارك أكبر عدد من أبناء الطائفة حتى يشعروا بالآلام اللي مر فيها السيد المسيح والأجواء الحزينة اللي مر فيها السيد المسيح. إن شاء الله أنه بيبارك الرب في كل واحد شارك بهذا النشاط وينعاد على الجميع إن شاء الله بالسلامة كل عيد. اليوم كان عندنا أمسية تراتيل فصحية جسد فيها مراحل آلام المسيح الـ14 مع القيامة، أحيتها فرقة أو جوقة الكنيسة رعية القديس جورج الشهيد بإربد وكورال مدرسة رهبات الوردية. طبعاً اللي صممت هذا الإشي سر سيستر كلارا المعشر، تخللها طبعاً طلاب المدرسة حملوا المراحل، صور المراحل ومع داتا شو عن فيلم المسيح عذاباته، والتراتيل كانت منفردة وجماعية كلها تراتيل بتخص حياة الألام للمسيح، وفيها تراتيل بتخص الناس اللي كانوا عاشوا مع يسوع وتعاملوا معه. وكانت أمسية الكنيسة كانت مليانة نشكر الله، والكل كان موجود وكانت أجواء خشوعية كثير. أنت أتيت